اهلا بكم من جديد وشكرا للزميل عصام الشوالي. كما شاهدنا جماهير الملعب حيت ليو ميسي تحية خاصة رغم من عدم تسجيله لأي هدف من الأهداف الثلاثة، لكنه ساهم بشكل كبير في فوز منتخب بلاده بالثلاثية الجميلة الممتعة. دعونا نشاهد الأهداف الثلاثة التي سجلتها الأرجنتين في هذه المباراة، والتي بدأتها بآخر دقيقة من زمن الشوط الأول بهدف لسيرجيو أغويرو الذي بات هدافا وحيدا منفردا بصدارة الهدافين لهذه البطولة بثلاثة أهداف شخصية حتى الآن سجلها، لأن ثاني أهدافه في هذه المباراة وهو ثالث أهداف شخصية في هذه البطولة جاء في الدقيقة 53، بينما اختتم أنخيل ديماريا ثلاثية الأرجنتين الرائعة.